المشكلة الرئيسية عندما تحدث عن أو عنون تقديمه بالمصلحة العامة مفهوم مفقود أو مفروغ من أي معنى، وأعتقد أنه هذا بالفعل هو لب المشكلة. كما أن الوصف على تهميش الإدارة في سياسات الإعمار هو وصف دقيق وكان يتطلب الجرأة، فتحدث بهذا الموضوع الذين قلما يثار في المداولات الاقتصادية بلبنان. أنا راح أركز بسرعة على نقطتين أساسيتين أنا بنظري يجب أن تتعمقوا فيها. أولاً الأزمة الأخلاقية وخاصة أزمة الأخلاق الاقتصادية، وثانياً أزمة الثقافة الاقتصادية في لبنان، وليست أزمة جديدة. أزمة الأخلاق الاقتصادية أيضاً تنخفف عن هول المشكلة في لبنان، فهي لها صبغة عالمية أيضاً. ثم هناك نماذج في بعض دول الجوار حيث أن اختلاط المسؤولية السياسية مع الأعمال هو شيء شبه طبيعي لا مشكلة فيه، والصفقات التي تدر أرباحا للمسؤولين هي من الأشياء المجتمعية المقبولة إلى حد ما. إنما في لبنان بلغ هذه الأزمة الأخلاقية ذروة، حيث يقال للمسؤول السياسي الذي استلم مسؤولية والذي لم يغتني من وراءها أنه مهبول تقريبا، أنه ضعيف العقل، لا يعلم كيف يستفيد. فهناك أزمة كبيرة. أنا أحمل أيضا إلى المراجع الدينية اللبنانية سواء المسيحية منها أو الإسلامية عدم تعرضها لهذه المشكلة إلا ببعض البيانات. أحيانا مجلس المطارنة الموارنة من حين إلى آخر يشير إلى هذا الموضوع، إنما بعد انتهاء الحرب الشعواء بين 75 و90 حيث أبيح كل شيء بلبنان خلال 15 سنة، لم تعيد المراجع الدينية في لبنان الخط الفاصل بين الخير والشر، فاستمر الوضع في لبنان وكأن انعدام الأخلاق الاقتصادية هو شيء طبيعي. وطبعا اندرج هذا المناخ في مناخ دولي تكرس في نيوليبرالية متوحشة وفي رأسمالية تحولت من رأسمالية إنتاجية تفيد المجتمعات إلى رأسمالية مالية تعمل فقط بالصفقات، ورأينا النتائج المأساوية في انهيار البورصات والمصارف وفي الأزمة الاقتصادية التي ما تزال تتخبط فيها الولايات المتحدة وأوروبا. النقطة الثانية وهي تخصنا بشكل حصري هو أزمة المعرفة والثقافة الاقتصادية، وهي أزمة قديمة، إذ هناك طيران رئيسيان في الفكر اللبناني الاقتصادي. الطيار اللي أنتم بتمثلوه اليوم أنا بنظري ومثلناه نحن عندما كنا بأعماركم وتم تجسيده في سياسات الرئيس فؤاد شهاب وفي أعمال بعثة إرفد التي كانت تخطط للتنمية في لبنان، وهو أن لبنان بلد ذو قدرات إنتاجية، لبنان له ميزات تفاضلية يجب أن يستفيد منها، من الميزات التفاضلية التربة الخصبة والمياه وطبعا الموارد البشرية العالية الكفاءة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والإمكانيات السياحية. وكان هناك وعي كبير للمشاكل الاجتماعية ولا استقطاب أو مضرات استقطاب كل النشاطات الاقتصادية في العاصمة وجوارها وترك المناطق الأخرى من لبنان تدبل تدريجياً
خاصة أن حدود مع فلسطين تم إقفالها بعد الحرب مع الكيان الصهيوني، ومع سوريا صار في هناك نظام اشتراكي أيضا مقفول، فالمناطق الطرفية بالنسبة للبنان تراجع فيها النشاط الاقتصادي بشكل مأساوي، وتكونت جيوب فقر كبيرة جدا، وما تزال نفس جيوب الفقر اليوم خاصة بالنسبة لشمال لبنان، وأنتجت جيل من الشباب انخرط في الميليشيات المسلحة وفي الإيديولوجيات المتطرفة وطنيا أو قوميا أو اشتراكيا واللي بدكم يعني. في المقابل كان هناك فكرة تجسدت وانتصرت بأعمال ميشيل شيحة الفكرية، مع كل احترامي لهذا المفكر الكبير خاصة من الناحية السياسية، إنما ميشيل شيحة بعد استقلال لبنان على خلاف كتاباته قبل استقلال لبنان رأى أن لبنان لا يصلح لا للصناعة ولا للزراعة ولا للنشاطات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، بل يجب أن يصبح لبنان مجرد مركز خدمات تجارية ومصرفية ومالية، وأن يكون إلى حد ما جنة ضريبية أيضا، وبدأ نوع من نموذج المونتي كارلو يتجسد في أذهان اللبنانيين، ثم تحول بعد الحرب 75-90 لنموذج دبي، أنه ليش ما بنعمل مثل دبي، كأننا نحن إمارة صغيرة عدد سكانها قليل جدا، وكأن الجوار لبنان هو جوار مثل إيطاليا أو فرنسا بالنسبة لمونتي كارلو. فعادت بعد خروج الرئيس فؤاد شهاب من الحكم عادت هذه المدرسة وتمكنت من انتشار فكرها أن لبنان لا يصلح إلا ل ونحن نراه اليوم قطاع العقارات، قطاع السياحة وقطاع المال، هذا لبنان. وأمن هذا ازدهارا مدهشا على ما أسميه أنا 50 كيلومتر مربع من لبنان، الأحياء الراقية من بيروت وبعض المصايف في جبل لبنان، و4400 كيلومتر مربع الأخرى مهملة كأنه لا وجود لها، وكل النظام الضريبي اللبناني أيضا مفصول لكي يضرب الإنتاج، تتناول ضريبة الدخل كل الإيرادات الناتجة من أي نوع من العمل الخدماتي أو الإنتاجي، بينما قطاع الصفقات العقارية والمالية هو محفي من أي نوع من التناول الضريبي. فأنا أعتقد أن هناك معركة كبيرة جدا، هناك العديد من اللبنانيين مقتنعين أن هذا النموذج، نموذج المونتي كارلو، هو النموذج الذي يناسب لبنان ولا نموذج آخر، وأن هجرة الكفاءات هي شغلة ممتازة، لأن المغتربين بيحولوا أموالهم إلى لبنان، وأن فتح الاقتصاد اللبناني للتجارة خصوصا الجوار العربي بدون فرض أي حماية للصناعات اللبنانية هو أيضا ممتاز. فهيدي هي العقلية السائدة، وأنا يعني شفت قديش بتعرض لانتقادات كل ما بحكي عن نموذج متكامل، حيث كل القدرات اللبنانية البشرية والزراعية والصناعية الخدماتية ذات القيمة المضافة العالية تستغل، أتعرض إلى حملات أنه جورج أورم بيحلم، وكثيراً قد أثرت نموذج الدنمارك أو هولندا، دول صغيرة من أكبر بكثير من لبنان، نموذج مالطا، نموذج سنغافورة أصغر من لبنان 50 مرة، وتركيبتها السكانية أعقد من تركيبة لبنان بكثير، لأنه فيها هندوس وفيها بوذيين وفيها أعراق مختلفة وفيها مسلمين وفيها مسيحيين، فالتركيبة أعقد من عندنا
بكثير. وأيضا إذا تطرقنا لوضع تايوان أو كوريا الجنوبية، أيضا الأوضاع الأمنية ليست مستتبة. كوريا مقسومة، بلد مقسومة اثنين، كان مهددة من الشمال. سنغافورة انفصلت عن ماليزيا. تايوان تتعرض لمطالب الصين الشعبية لاندماجها في الوطن الأم، وبعض الأحيان هناك حتى مدافع تطلق أو صواريخ تطلق من القارة الصينية على جزيرة تايوان. فنحن قضية صارت عذر، قضية أنه نحن الحالة الأمنية ما بتسمع، هذا مش صحيح. واليوم مع وسائل الاتصال الحديثة كل أعمال البحث والتطوير ممكن تجري يعني في أبو تحت الأرض. فأنا أعتقد أن مهمتكم مستقبلا، وأختم كلامي بهذا، هو الذهاب إلى أبعد من الوصف.